امشوا حركي. تحرك امشي امشي. معناها مدام مشاهير صار بامكانك تاخذي ابنك وتتجسد. اوكي شكرا. تفضل سيدي. جرامي سيدي. خلص كتابة المحضر يا خضر؟ خلصت سيدي. حاولت اعمل صلحة للشباب؟ حاولت وما مشي الحال سيدي. تفضل تفضل سيدي. تفضل. شكرا. لكن قلت لي ما مشي الحال. ما مشي الحال سيدي. هذا الازعر لازم يتعاقب. بس مو مثل ما قلت لي يا مدام. حسب معلوماتنا انه ابنك هو اللي تهجم اول على المدة عليه، لذلك انا مضطر احول الاثنين سوا على النيابة بكره. شو هالحكي؟ بدكم توقفوا ابني؟ مثل ما سمعتي. تمام سيدي. سيدي في بنت برا اسمها هدى حابة تفوت، شو بتأمر؟ خليها تدخل. امرك سيدي. مساء الخير. مساء النور. تفضلي عيدي. شكرا. طيب حياتك يا سي هدى. واسفين لازعاجك. حياتك الباقي. هو سؤال واحد. هذا هو الشاب اللي تحرش فيكي؟ مين قالكم انه هذا الشاب تحرش فيني؟ خطيبك الاستاذ شاهر. اولا هذا الصبي مانو خطيبي. ثانيا ياسر شاب مهذب وابن حارتي ومربى، نحن ربيانين سوا. هو الوحيد اللي وقف معي بهذا الظرف الصعب اللي انا فيه، هو ابدا ما تحرش فيني. فيني اعرف ليش كذبت علينا يا شاهر؟ انا خضر نزل شبين على النظاره. امرك سيدي، تعالي انت وياه. لا 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 ادوروا بالكم شو تاخذون. انا برايي انه يتصالحوا. ايه يتصالحوا لانه الصلح سيد الاحكام، شو رايكم؟ نحن يا جماعه اولاد بلد وحده، وصدقوني اي شخص بيعتدي على اي شخص كانه عم يعتدي على اخوه. اذا بتريد اعمل الاجراءات اللازمه والله يديم المحبه بيناتكم. حركوا. امرخ امشي. يا علينا تنام. جيبونا يا زلمه من هون من هون. امشي يلا خلصينا. روح على مهلك. اترك ايدي انت الثاني. على مهلك خلاص. روح شبابين. والله ما عم نعمل لك شيء. نأجل الموضوع للبيت؟ لا ما فينا نأجل الموضوع. ناس بولغير قلت لك هيك ناس ما بتناسبنا. فينا نمشي من هون؟ خلاص خلاص وطلع من السيارة. اوكي. الله يعطيكم العافية يا شباب. كتر خيركم. شكرا. كتر خيرك يا سيادتنا العام. هي فضلت على راسنا من فوق. الفضل لرب العالمين. بس يا أبو ياسر بتفهم ابنك الله يرضى عليه. قله بالدولة في قانون، زمن العضلات انتهى. الله يكتر من أمثالك يا أستاذ منيب. الحقيقة أنت ما قصرت أبدا. وأنتو كمان كنتوا نعمل جيران وأكثر من أهل، واللي عملتوه ما بيتقدر بتمن أبدا. الله يكتر من أمثالكم وأمثالك يا رب. نحن منسخر فيك لأنك ابن حارتنا. أنا رأيي تطلعوا بسيارتي وخلي توصلكم على بيوتكم. عن جد ما في داعي تعذب حالك وحضرتك. ما تحكي لي هم، أنا حابب أتمشى شوي. ياسر الله يرضى عليك، لا تنسى. على عيني أستاذ، كتر خيرك. تفضلوا. شكرا. الله معكم. مع السلامة. بحكينا شوفي المرة الأخرى. تفضل. مع السلامة. شكرا. الله يعين اللي ما له سند بهالبلد.